دراسة بتقول ان الراجل بعد 6 دقايق التركيز بتاعه بيبتدي يقل وبيسرح. ده بيحصل معاك وانت بتتكلم مع خطيبتك او مراتك؟ هو بيحصل. ده بيرجع ليه بقى؟ كلام كتير. لا مش بعد 6 دقايق، ده بعد 2 دقيقة دلوقتي. خلاص بعد 2 دقيقة بيفصل، يقول لك انا قرفان، انا زهقان، انا جاي من بره تعبان، مش عايز اسمع حاجه. دي حقيقه، اذا ما كانش كمان ما بيركزش من اول دقيقه اصلا. كنت بتتكلم مع اصحابك برده بيحصل الفصلان؟ احنا كرجاله لو بنتكلم مع بعض فكلنا مركزين مع بعض. ما يمكن الحوارات بتاعت اصحابي انترستد اكتر من الرغي اللي انا بقوله مثلا. بقى الكل انت اكتر من 6 دقايق هتلاقي نفسك فصلتي خلاص. لا هي على حسب، يعني في رجاله رجاله لا. الرجاله ما بتحبش الرغي كتير. ف الست الرغايه كتير ما بتبقاش حلوه، مش معاها. ممكن يكونوا بيملوا بسرعة عكس البنات بتحب الرغي ممكن.